أنا توني جمال سيلز تيم ليدر في أكام ديفلوبمنت. مشروعاتنا اللي معانا مشروع سيناريو ومشروع سين 7 بنسلم دلوقتي المرحلة الأولى فيه، ودي حاجة من الحاجات المميزة جدا عندنا إن أنا بقى عندي مشروع على أرض الواقع موجود نقدر نشوفه ونقدر نشوف الخدمات اللي نقدر إن إحنا بنقدمها فيه. فبالنسبة لمشروع سيناريو إحنا بدأنا نسلم فيه المرحلة الأولى، بدأنا إن إحنا نشتغل على المراحل الثانية عندنا. عندنا مشروع سين 7، ده المشروع الجديد وده المشروع المين بتاعنا. يمكن دي كانت اول مره تحصل ان احنا نبدا بمشروع بنا قبل ما نبدا نبيع اساسا. احنا بدانا بنا قبل مرحله البيع بحوالي 4 أو 5 شهور، ودي كانت حاجات من الحاجات اللي العملاء تسجل بيها جدا في الموقع، وكانت من الحاجات الكويسه جدا عندنا. بدانا نبيع في سين 7 بقالنا من 2020 في شهر 10، بقالنا دلوقتي سنتين اولموست خلصنا 70% من المبيعات، فوق ال 40% انشاءات. فوصلنا لمرحله حلوه جدا، بقى سهل انك تروح تشوف شقه زي بتاعت حياتك اللي انت هتاخدها موجوده. خدمات كتير جدا بنقدر نقدمها في سين 7، ومساحات كتير جدا. يعني المساحات اللي عندنا مثلا موجوده من اول 116 متر موجوده عندي، دي الاوضتين، عندي الثلاث اوض من اول 144 متر. ومن الحاجات القليله برضو اللي هتلاقيها موجوده ان احنا عندنا 144 متر معاها ثلاث غرف بكونسبت مختلف دخلنا بيه العاصمه. احنا عاملين خدمات مختلفه جدا، عاملين كونسبت ان انا اكون عندي ازاي اوري لك السعاده بتاعتنا، وازاي احط لك كونسبت السعاده في حياتك عموما. بمعنى اصح لما اجي اقول لك ان انا عامل حاجه اسمها سنترال كيتشن او مطبخ مركزي بشكل مميز بابلكيشن بفكره جديده موجوده جوه العاصمه، دي حاجه من الحاجات المميزه جدا عندنا. ان انا اكون مهتم بحياه اولادك الرياضيه، فانا عامل لك 11 اكاديميه رياضيه جوه الكومباوند تقدر تخدمك وتقدر تخدم اولادك وتوفر عليك وقت ومجهود، دي حاجه برده من الحاجات الكويسه جدا. والحاجات دي لما بتتقدم بخطه للسداد مميزه بتفرق معاك جدا. ستارتنج برايس عندي من اول 13000 المتر، بنوصل التقسيط معانا ل 10 سنين بدون اي فوائد طبعا، بكذا خطه زمنيه وكذا خطه تقسيط. تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق شركتنا، احنا مقرنا بي 303 شارع 90 الجنوبي شركه اكام، او من خلال الهوت لاين بتاعنا 16 2 4. تقدروا تتواصلوا معانا على هنا او هنا، نشرف بيكم.